السلام عليكم. منذ مقتل علي عبد الله صالح في الرابع من ديسمبر الجاري، عملت ميليشيا الحوثي على التنكيل بمعاوني صالح وقيادات المؤتمر الشعبي العام. أمام هذا التنكيل الحوثي، قام بعض ممن استطاعوا النفاذ بجلودهم بالفرار من صنعاء والتوجه إلى مأرب وعدن. هناك قام مسؤولو الشرعية باستقبالهم استقبالا كبيرا باعتبار عدوي صديقي. على المستوى الخارجي، قامت كوادر المؤتمر بإظهار موقف معادل للحوثيين ودعم ما أسموه انتفاضة الثاني من ديسمبر. وخلال المدة الماضية ألقت قيادات مؤتمرية بيانات تؤيد الانتفاضة ضد الحوثيين لكنها لا تعترف بالشرعية. رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر سلطان البركاني والقيادي عادل الشجاع وأحمد علي عبد الله صالح ونبيل الصوفي وغيرهم من القيادات لم تعلن موقفا إيجابيا من شرعية الرئيس هادي، رغم محاولة إظهار موقف متوافق مع أبو ظبي على وجه الخصوص. بموازاة ذلك، ظهرت الشرعية بأعلى مستوياتها بخطاب العفو العام على المؤتمريين والذين شاركوا في الانقلاب الذي أودى بالدولة وتسبب بقتل الآلاف من اليمنيين. عفوا لم يستند إلى أي نص دستوري أو قانوني، بل يخالفهما تماما. دعوات المصالحة والحظوة تلك رآها البعض محاولة للالتفاف على مشروع الشرعية والمقاومة، خصوصا مع سعي أبو ظبي والرياض لإيلاء تركة صالح دورا هاما في المستقبل السياسي القريب، رغم مخالفة ذلك للقرارات الأممية والمرجعيات، خصوصا ما يتعلق بنجل المخلوع. أعزائنا المشاهدين، كل هذه التساؤلات وغيرها سنناقشها في هذا المساء مع ضيفي في الاستوديو الصحفي حفظ الله العميري. أهلا بك أستاذ حفظ الله. أهلا وسهلا. إذا مشاهدينا الكرام، سنبدأ النقاش في هذه الحلقة، لكن قبل ذلك نذهب لمتابعة هذا التقرير. ماذا حصل للمؤتمر بعد صالح؟ منذ اللحظة الأولى التي انكسر فيها الحزب وقيادته تعيش رحلة تيه كبيرة، لكنها وبحسب كل البيانات الصادرة عن قيادات المؤتمر لا يزال الانضواء ضمن إطار الشرعية خارج حساباتها. بالأمس استقبل قادة عسكريون وسياسيون في مأرب اللواء فضل القوسي قائد الأمن الخاص سابقا والمقرب من صالح. أما عدن فقد وصل إليها أهم صانع إعلام الانقلاب فرع صالح على مدى الثلاث السنوات الماضية، وفي لحظة خاطفة اعتبر بعض قادة الشرعية هؤلاء أبطالا جمهوريين في مواجهة الإمامة. أعاد التاريخ نفسه سريعا هذه المرة، ثلاث سنوات فقط فصلت بين مسلسل هروب هادي من صنعاء وبين أن يكرر هؤلاء نفس المغامرة هروبا من نفس العدو، لكن بعد أن حاربوا هادي معتبرين فراره من الميليشيا دليلا دامغا على سقوط شرعيته وانتقالها للمسيطر على الأرض سلطة الانقلاب، فيما ظهر موقف الشرعية مرنا بخفة غير متوقعة. فبحسب متابعين، يبدو العفو العام عن قياديين شاركوا في الانقلاب بمجرد أنهم قدموا إلى عدن أو مأرب يعد مخالفة قانونية جسيمة من رأس السلطة لقيادات شاركت في الانقلاب على الشرعية وتسببت في قتل آلاف اليمنيين. مأزق جديد تضع الشرعية فيه نفسها بتعاملها مع أمور الدولة والقانون بمنطق العلاقات الشخصية وخفة التوازنات السياسية. خطاب العفو العام شمل شخصيات طالها قرار أممي بالعقوبات، منها أحمد علي صالح، وهو ما قد يؤثر ليس على منظومة القرار نفسه فقط، بل وعلى المرجعيات الثلاث التي اتفقت عليها الأطراف الدولية والإقليمية والمحلية على اعتبارها مرجعية أي حل للأزمة في اليمن. منذ مقتل صالح تحاول أبو ظبي والرياض لعب دور الوسيط بين أطراف الشرعية وبين من تبقى من حزب المؤتمر، لكن حزب المؤتمر يتجنب إلى حد الآن الاعتراف بشرعية الرئيس هادي والانضواء تحت قيادته، ما يضع التحالف أمام مأزق حقيقي لجهة مساعيه الرامية لاحتواء تركة صالح وعدم قدرته على تجاوز الشرعية كونها الممثل القانوني الوحيد للشعب. أجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام، كما أجدد ترحيب ضيفي هنا الأستاذ حفظ الله العميري. إذا دعنا نبدأ أستاذ حفظ الله، بعد أكثر من 20 يوم تقريبا من الأحداث الأخيرة ويعني الملاحقات ربما والاعتقالات بحق قياديين مؤتمريين بشكل أو بآخر وهروب بعضهم إلى محافظات تحت سيطرة الشرعية، كيف تجد المواقف المعلنة من قبل هذه القيادات المؤتمرية وأيضا الكوادر المؤتمرية في مقابل المواقف التي أبدتها السلطة الشرعية تجاههم؟
أولا بالنظر إلى الموقف الرسمي الذي أعلن عن طريق الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام سلطان البركاني، كان الموقف بإعادة ترتيب المؤتمر الشعبي العام وإعادة الحياة فيه وإعادة، وكان يدعو إلى عقد المؤتمر العام لحزب المؤتمر الشعبي العام. أما وعاد له كذلك البيان الصادر عن عادل الشجاع والبيان الصادر عن أحمد علي عبد الله صالح، هذه البيانات كلها لا تعترف بالشرعية، وهذه هي النقطة التي ترتكز عليها هذه النقطة التي ترتكز عليها تقييمنا لهم وتقييمنا لما يصدر عنهم. هذه الشخصيات الثلاثة أو هذه أبرز ثلاثة مواقف صدرت عن أعضاء أو عن المؤتمر الشعبي العام، لا تعترف بالشرعية، لا تعترف بمخرجات الحوار الوطني، تعلن أو بعضها يعلن عن استمرار الانتفاضة الذي بدأت في صنعاء ولكنها خارج إطار الشرعية. مقياسي الوحيد لهذا لما يصدر عن المؤتمر الشعبي العام هو بما يتواءم مع أولا الجمهورية، ثانيا الشرعية التي يمثلها الرئيس هادي، ثالثا مخرجات الحوار الوطني الذي تتضمن الأقاليم وهو ما كان يرفضه الرئيس السابق علي عبد الله صالح. إذا أنضم أعضاء من المؤتمر الشعبي العام أو صدر عنهم ما يتناسب مع هذه المواد أو ما يتناسب مع هذه الاتفاقيات المبركة مخرجات الحوار الوطني والثوابت كالجمهورية وغيرها، أنا سأؤيد هذه الخطوة. تحت أي اعتبار؟ يعني ما هي الخطوة أو ما هي تفاصيل هذه الخطوة التي ستؤيدها؟ إذا كان مثلا صدر عن المؤتمر الشعبي العام اعتراف أول شيء على أنه سيحارب تحت لواء الجمهورية وتحت لواء الشرعية الدستورية بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي، معترفا بمخرجات الحوار الوطني ومعترفا بالقرارات الدولية والمبادرة الخليجية والحل على هذه، معتمدا على هذا الحل على هذه المخرجات، فأنا سأؤيد انضمامهم إلى الشرعية الدستورية، ولا يوجد لدي أي مشكلة من انضمامهم تحت هذه الشروط وتحت هذه البنود. أما من يحارب أو يقول على أنه يحارب الميليشيات خارج إطار الشرعية فهذا جزء من الانقلاب، الجزء لا يتجزأ من الانقلاب. طيب الآن يعني إلى الآن جل هذه الخطابات لم تعترف بالشرعية، ربما من النادر ما سمعنا أن قياديا يعني معينا أو حتى من كوادر المؤتمر أبدوا الاعتذار أو أبدوا أنهم الآن مع مشروع الدولة الشرعية والحكومة الشرعية في مواجهة الانقلابيين، لكن بالمقابل هناك ترحيب كبير ربما يحسب من قبل الحكومة الشرعية لهؤلاء، كيف يقرأ ذلك؟ الحكومة الشرعية لم ترحب ببيان الشيخ سلطان البركاني، ولم ترحب ببيان عادل الشجاع، ولم ترحب ببيان أحمد علي. الحكومة الشرعية رحبت بمن أنضم إليها واعترف بها واعترف بغلطه واعترف بشرعية الدستورية ممثلة بفخامة الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي. لم ترحب، لم أسمع أي بيان رسمي يرحب بأي خطاب صادر عن أعضاء المؤتمر الشعبي العام أو عن مسؤوليه أو عن قياده لا يعترف بالشرعية الدستورية. خطاب الرئيس عبد ربه منصور هادي كان واضح، من ينضم إلى الشرعية الدستورية ويكفر عن ذنبه فأهلا وسهلا به تحت مظلة الشرعية الدستورية. كذلك خطاب ابن دغر عندما قال، عندما وجه في بيانه إلى أحمد علي وغيره، كان من ضمن يحتوي هذا البيان على الاعتراف، على شرط الاعتراف بالشرعية الدستورية واعتراف بالشرعية الدستورية. لكن هو عفو عام، يعني هناك حديث على عفو عام في هذا البيان أو في هذه الرسالة، كيف يقرأ ذلك ولم يعني لم يكن هناك من قبل هذه القيادات أي اعتراف أو حتى ما يبدو أنه بوادر لتوجه اتجاه مواجهة الانقلابيين تحت لواء السلطة الشرعية بهذا الاعتراف؟ يعني إذا أصدر الأخ رئيس الوزراء أي عفو عام وهو في منصبه الآن كرئيس وزراء حرب، فهذا لا يعني على أن هذا العفو العام سيجري إلى المستقبل أو سيكون له أي صدى في المستقبل. لا ننسى على أن هذه الحكومة هي حكومة حرب، حتى وإن قررت مثلا محاكمتهم فهي إلى حد الآن حكومة حرب، لا يوجد نيابات، لا يوجد أي وجود للقضاء الآن في حتى في المحافظات المحررة.
إذا أصرينا على أننا سنحاكم هؤلاء الناس وعلى أننا سوف نصدر بحقهم العقوبات المغلظة، وإذا في ظل عدم وجود الدولة، في ظل عدم بناء، في نحن الآن في دولة، في دولة حرب، نحن الآن في 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 مرحلة حرب. ميليشيا أخي الكريم، ميليشيا الحوثي من صعدة ومن دماج كانت تعمل على تحييد المجتمع. في دماج كانت تقول لهم نحن نحارب السلفيين فقط. انتقلت الى عمران بعد ان قضت على معهد الدار الحديث في دماج، وانتقلت الى عمران وقالت نحن نحارب حسين الاحمر واولاد الاحمر، وكانت تعمل على تحييد المجتمع وتستغل العداء الموجود بين هذه الفئات وبين فئات اخرى لتغذي هذا الصراع ومن ثم تقضي عليهم واحدا تلو الاخر. وانتقلت الى عمران وكان الخطاب ضد القشيبي، ثم انتقلت الى صنعاء وكان الخطاب ضد اللواء علي محسن الاحمر والفرقه الاولى المدرع وجامعه الايمان، وهكذا حتى وصلوا الى راس حليفهم علي عبد الله صالح. اذا كنا سنستمر في عداء من انضموا تحت في حلف مع هذه الميليشيا ونرفضهم داخل الصفوف الشرعية الآن الذي لا يخول لها حتى الآن، لا نسمع بأي قضية رفعت إلى القضاء في ظل وجود الحكومة الشرعية في المناطق المحررة، ونصر على أننا سنقاضيهم، نحن سنصنع لنا في كل وادي دار، بينما الطرف الآخر يعمل على لملمة ما تبقى منهم ولو تحت سياط القوة، ويستغلهم ويستغل وجاهتهم ويستغل خبرتهم في إدارة الدولة والمؤسسات ويستغلها لصالحه، ونحن نعمل على عداء، على بث العداء وعلى عن نرفضهم في ظلهم. في مثل اللواء القوسي والأخت نورة الجروي أتت إلى مأرب. نورة الجروي خبيرة جدا في مجال التحشيد، في مجال التحشيد، لماذا لا نستفيد من خبرة نورة الجروي في مجال التحشيد؟ نحن لا نقول اعطوهم منصب أو اعطوها وزارة الإعلام، نحن هي هاربة. ما هو المطلوب إذا؟ يعني ما هي الفائدة المرجوة من ذلك إن صح التعبير؟ هي هاربة. أنا أقول لك أنا أثق بمن يهرب الآن إلى مأرب أو إلى عدن في ظل هذا الوضع الذي حصل بعد انتفاضة صنعاء، أكثر من وثوقي بمن أتوا في 2015 و2014 في ظل كان وضع سلم وكانوا مؤمنين في صنعاء ويعرض عليهم مناصب. هؤلاء بعضهم انضم إلى الشرعية والآن يشتغل بلبلة داخل الشرعية وتفكيك ويدس هذا بهذا ويضرب هذا بهذا. فأنا أثق بمن هرب تحت التهديد ومن تعرض للظلم ومن تعرض بيته للسرقة ومن تعرض للمضايقات ومن تعرض حتى للتهديد بالقتل. أنا أثق بنيته وعلى أنه سيحارب هذه الميليشيات وعلى أنه أقل شيء سيوقف ضدها، إذا ما كان عنده قدرة على الحرب سيوقف ضدها أكثر من الذي هرب في بداية العاصفة وما بعد العاصفة في ظل الوضع الآمن الذي كان لهم والمتاح في صنعاء. طيب دعنا نشرك معنا في الحوار حفظ الله الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ أيمن نبيل الذي ينضم لنا عبر الهاتف. أهلا بك أستاذ أيمن. أهلا أستاذ وجيه. أهلا بك. حياكم الله. إذن أستاذ أيمن، جملة من البيانات التي أصدرها ومواقف كذلك لقيادات مؤتمرية، لكنها هذه البيانات لم تذعن في نهاية المطاف للشرعية كسلطة هي أقرب لليمنيين. كيف ترى ذلك برأيك؟ كيف تراقب هذا المشهد؟ أرى ذلك أن هذه محاولة لكي يسوق المؤتمر الشعبي العام أو بقايا هذه لتسوق نفسها كطرف مختلف يمكن الاعتماد عليه في المعركة من قبل السعودية والإمارات، وبالتالي لا يريدون هم الانضواء تحت لواء الشرعية هذا لهذا السبب الرئيسي، أنهم يعني يطرحون أنفسهم باعتبارهم طرفا مستقلا يمكن للآخرين المراهنة عليه، وهذا طبعا يعني هذا أمر ممكن نتناقش كثير حوله أنه بلا فائدة لأن لأسباب تخص بنية الحزب نفسه المؤتمر الشعبي العام. والأمر الآخر ربما أن عدم الاعتراف، هناك أيضا هناك جانب نفسي يجب أن نستحضره يعني في السياسة أحيانا، وهو الغطرسة هذه، أنه واحد ما يجيش يعترف أنه غلط وأنه ارتكب خطيئة، وأحياناً يكون لها جوانب قانونية، أن الاعتراف بهذا ربما قد يقود في يوم ما إلى تبعات قانونية. أعتقد أن هذا هو السبب الرئيسي أو هذه هي الأسباب الرئيسية لهذه المواقف من قيادات المؤتمر الشعبي العام. طيب ما هو برأيك إذن يعني كيف يجب أن تتعامل الشرعية في أمام هذه المواقف؟ هل هناك يعني هناك بعض البيانات التي صدرت، هناك حديث عن عفو عام أيضاً، هل كانت هذه الخطوات مناسبة؟
هناك تمييز طبعا. التعامل مع الجميع بنفس الدرجة هذا أمر خطأ في اعتقادي، بمعنى أن هناك مثلا أناس هاربين، هناك قيادة المؤتمر الشعبي العام ليست كلها مجرمة، يعني حتى محاولة سيطرة المؤتمر الشعبي العام باعتباره أنه هذا كيان كان كيان فاسدا ويعتمد على يعني ربط النظام بالمجتمع وأشياء أخرى كثيرة، ولكن ليس كل مؤتمري وكل حتى قيادي يعني وسطي، يعني أقصد في القيادة الوسطى وليس القيادة الكبيرة، ليس يعني يعني يداه ليست غارقة في دم أو في فساد، مش كل المؤتمرين كذا. ولكن الآن الأساس في الأمر كله أن يتم التعامل مع جميع من هرب كمواطنين عاديين، هذا الأساس الأولي وأول مرحلة، بمعنى أن من يأتي بالتأكيد لن يعني التصرف السليم لأي دولة لديها يعني دولة لديها أخلاقيات، هناك أساس أخلاقي للدولة. الأساس الأخلاقي للدولة يقوم على شيء مهم، وهو أنها تمثل المجتمع وتمثل مصالح المجتمع ولا تدخل عداوتها مع المواطنين في مسألة المواطنة. في النهاية هذا مواطن هرب من تحت سلطة ميليشيا طائفية كان حليفة له لم تكن حليفة له، هذا أمر هذا كلام آخر النقاش مختلف سيأتي وهو نقاش مهم، ولكن يأتي بعد الخطوة الأولية. فيتم استقلالهم بالتأكيد وتأمينهم، هذا أمر يعني لا نقاش فيه لمن يريد فعلا أن يبني بلدا يعني ويحاول أن يرأب صدع الدمار الاجتماعي الذي حصل، ولكن بعد ذلك أن يتم التعامل معهم كقيادات أو الاعتماد عليهم في الدولة أو الاعتماد عليهم في المعارك، هنا أنا ضد هذا تماما، لأن طبعا هذا لأسباب كثيرة ممكن نناقشها لو تحب في وقت ثاني يعني أو في سؤال آخر، ولكن أي محاولة لإعادة تدوير هذه الطبقة من جديد هي كارثة ضخمة، سوف يعني تزيد الطين بلة وتزيد الوضع الحكومة الشرعية سوءا فوق سوءها الحالي. طيب دعني أنقل هذه النقطة إلى ضيفي هنا في الاستوديو الأستاذ حفظ الله عميري. إذن أي محاولة من هذا النوع قد تمثل كارثة في المستقبل لبقية اليمنيين، هل تتفق مع هذه النقطة مع الأستاذ إيمان؟ نعم، في هذه المرحلة وفي ظل وقوفهم مع الانقلاب في الفترة الماضية وخاصة القيادات الكبيرة، أي محاولة لتدويرها أو إعادة تنصيبها في مناصب حساسة داخل الدولة وخاصة من أثبت على أنه ينتمي سلاليا إلى هذه العصابة إلى هذه السلالة التي تحكم في صنعاء، فأي محاولة لتدوير هذه هؤلاء الناس في مناصب حساسة بالدولة وتجاهل من بذل دمه ومن الآن يقاتل في الميدان ومن وقف مع الشرعية منذ البداية وحتى من قبل دخول الحوثيين إلى صنعاء، فستكون هذه كارثة وأم الكوارث، وسيعيد إنتاج الحوثيين أو هذا الانقلاب برداء الشرعية. عندما نتحدث عن نضمهم أو أن نحن نستقبلهم كمواطنين عاديين هربوا من جور الميليشيات في صنعاء، هربوا من الظلم الذي تعرضوا له بعد مقتل علي عبد الله صالح، هربوا من البطش الذي تعرضوا له كما هرب الكثيرين من قبل من البطش الذي تعرضوا له. قلت لك بالبداية على أن الميليشيات تستخدم اليمنيين تأكلهم على قطعة قطعة، يعني هي تعمل على تحييد المجتمع وعلى تحييد الفئات حتى تأكل الفئة، حتى وصلت إلى الرئيس علي عبد الرئيس السابق علي عبد الله صالح وشريكها في الانقلاب وحليفها الرئيسي في إسقاط صنعاء. طيب ذلك يدفعني إلى التساؤل والذي أنقله إلى الأستاذ أيمن نبيل، يعني إن صح التعبير، ما هي برأيك شروط احتواء المؤتمر تحت سقف الشرعية، قيادات المؤتمر التي كانت تحسب على جناح صالح؟ أولا مثل ما قلنا يتم التعامل معهم كمواطنين، يعني تأمينهم وعدم طردهم مثلا من البلد أو منعهم من دخول المدن بعد هروبهم منها، هذا أمر مفروغ منه. بعد ذلك الآن إذا كانت هناك قيادات مؤتمرية ليس لديها طبعا تاريخ، مثل ما قلت لك المؤتمر حزب لأنه حزب سلطة طبعا، ولكن فيه أعضاء كثر بالملايين، بالتالي أنت لن تأتي وتحاسب وتقول كل هؤلاء مجرمين، هذا كلام فاضي وغير عملي. هذه القيادة الآن من يعني التي يثبت أنهم لم يتورطوا فعلا في جرائم؟ تعرف أنت قيادات كثيرة مؤتمرية في مناطق الحرب والاقتتال كانت فعليا هي الدليل في الحواري وفي الأحياء المدينية وفي القرى والعزل لقوات الحوثيين، وبالتالي من يثبت أنه لم يشارك في هذا الجرم يصبح مواطن عادي مؤمن، إذا أراد فعلا أن يقف إلى جانب الشرعية يقف إلى جانب، لن يقف أحد يعني ضد وقوفه هذا، ولكن سنقف جميعا ضد أي محاولة لإعادة تدوير هؤلاء، هذا أمر يجب أن يكون محسوما عند الحكومة وعند أي شخص يريد أن يبني دولة. طيب ما هو الموقف إذن؟
أستاذ أيمن، يعني الآن الحكومة الشرعية قد أبدت كثير من المواقف من أو كثير من البيانات حول موقفها من أي محاولات وطلب التأمين هؤلاء في المناطق الشرعية. هل يندرج ذلك حول ما تتحدث عنه أنه تعامل دولة مع مواطنين وإبقائها على حق المواطنة لهؤلاء، أم أنه يندرج تحت سياق إعادة التدوير كما تفضلت؟ هناك طبعا مستويين، يعني في المستوى أنهم استقبلوا هؤلاء، طبعا هذا أمر جيد، استقبلوا هؤلاء لم يرجعوا أحدا، هذا أمر ممتاز، يعني يعطي إشارة جيدة. ولكن هناك أمر آخر، مثلا البيان الذي أصدره رئيس الوزراء حول أحمد علي، ذلك كان كارثة، وفعليا يقول أن لا، يعني لا توجد سياسة محترمة في اليمن. عندما تأتي أنت لشخص، يعني مثلا حتى أحمد علي عبد الله صالح، بغض النظر أنه ابن علي صالح، هذا شخص في فترات الاقتتال في 2011 وقتل المتظاهرين العزل، قواته يعني متهمة بارتكاب فظائع وجرائم بحق متظاهرين عزل. بالتالي أنت الآن تأتي وتقول تعال ولا في أي مشكلة، هذا يعني خطأ شنيع. وعموما آثار هذا الاجتماعية حتى على القواعد الاجتماعية للحكومة يعني آثار كارثية. عندما يأتي مثلا الناس يقول لك في نهاية الأمر ليش نحن الآن إذا نقاتل، إذا كان هذا ابن الرئيس بيرجع برضو مع الآن ابن رئيس برضو معنا بنفس مكانته ونفس امتيازاته ونفس، يعني ليش هذا كله؟ هذا أولا. ثانيا، كثير من قادة المؤتمر، أغلب قادة المؤتمر ليست كوادر بالمعنى الحقيقي، بمعنى أن الدولة الآن ليست في حاجة ماسة إلى قدراتهم يعني العبقرية والفذة، وناس عاديين وأكثريتهم كانوا أقل من عادي لأن علاقتهم بالنظام وترقيهم في الحزب كان يعتمد على العلاقات والوساطات واعتبارات اجتماعية لها علاقة بالعلاقات العامة وليس فعلا لأسباب تخص الكفاءة. وبالتالي لا أرى أي موجب لا سياسي ولا أخلاقي ولا حتى عملي، يعني من ناحية العملية والنفعية، تجبر الشرعية، تجبر الحكومة الشرعية على احتواء هؤلاء في الدولة، في جهاز الدولة، ولكن احتواؤهم من خلال مؤسسات الأمن، تأمينهم، وترك هذا الموضوع بعد ذلك الفصل مع القيادة المجرمة والناس الذين يتهمون بارتكاب انتهاكات وكذا. تأتي بعد ذلك عندما تنشأ مؤسسات قانونية جيدة في البلد، بعد ذلك يأتي مواطنون يحاسبون من يشاءون، وهذا حق الجميع، و لا يصح ولا يعني ليس من حق أحد أن يأتي ويقول أن هذا الآن خطأ، بمعنى أن عندما نقول أنه في يوم ما سوف يحاكمه نقول لك هذا في النهاية هرب لعندك. طيب في نهاية الأمر هذا إذا هو هرب الآن إلى منطقة آمنة حتى ينجو بروحه، فإذا أقل شيء هو يعمله أنه يعتذر، يقدم اعتذاره لما فعله من قبل بتأييده لميليشيا طائفية والانقلاب. الأمر الآخر أن يتقبل بالطبع التعامل القانوني، وإذا كان هو يثق أنه لم يفعل شيئاً فلا يوجد أي ضرر في أن يقول أوكي فلتحاسبوني إذا كنت فعلت أنا شيء غلط. يعني طيب، يعني باعتبار الموقف هذا جاء تحديداً من رئيس الوزراء وكونه الرجل يعني من أعلى السلطات القيادية في البلد، السلطات الشرعية، هل يعني لا أريد أن أدخل في دوافع هذا البيان بشكل كبير، لكن هل سيؤدي إلى نتيجة معينة مفيدة في صالح الشرعية في نهاية المطاف برأيك؟ مفيدة لا أعتقد. هذا أي خطوات من هذا النوع تضرب القاعدة الاجتماعية التي تدفع أثمانا غالية أصلا في دعمها للحكومة. يعني الناس مثلا الآن اللي واقفة مع الحكومة في تعز أو في البيضاء، انظر ماذا يحصل لها، يعني انظر ما نفس الجرحى الذين يقاتلون في صفوف الحكومة، انظر إلى الموظفين في المناطق المحررة، انظر لكل هؤلاء. يعني القواعد الاجتماعية نفسها للحكومة منهكة ومتعبة. عندما تأتي أنت الآن وتعيد تدوير فاسدين وأناس يعني شخصيات مشبوهة، وبعضها نحن متأكدون فعلا أنها ارتكبت جرائم في حق الشعب اليمني، ثم تأتي أنت وتقوم بتدويرها وكأن شيئا لم يحصل، وكأن شيئا لم يحدث في تاريخ هذا البلد، في نهاية المطاف هذه القواعد سوف تنهار، لم تصمد معك كثيرا. طيب هل سيترتب على ذلك أي مسؤولية قانونية تجاه رئيس الوزراء برأيك؟ هذا أمر آخر بعد ذلك. يعني الآن رئيس الوزراء هو أصلا، هذا رئيس الوزراء لو دخلنا في يعني المسألة القانونية، كان واقفا بجانب علي عبد الله صالح عندما كانت عندما كان الناس يقتلون في الشوارع، يعني عام 2011. يعني هذا الشخص نفسه أساسا شخصية عليها الكثير من التساؤلات، وبإمكان شخص ما يوجه له اتهامات، كان يروج إعلاميا ويقف إلى جانب ديكتاتور ارتكب جرائم ومذابح في حق متظاهرين عزل.
هذا بغض النظر بعد ذلك هناك اشياء اخرى لها علاقه بالفساد المالي والفساد الاداري، يعني هو نفسه شخصيا مثار تساؤلات، ولا يحق له اصلا ان ياتي ويصرف صكوك غفران للاخرين، فليكتفي بحمايه نفسه على الاقل يعني. هذا امر مهم. الامر الاخر الذي احب ان اشير اليه لو سمحت لي، تفضل، ان هذه البيانات تدل فعلا ان هناك اصلا تيارات في الحكومه، يعني بمعنى ان الحكومه لا تتحرك فعليا باتجاه واحد وباتجاه وببنيه متماسكه. هناك مثلا احمد بن عبيد بن الدغر رئيس الوزراء يبدو حاليا انه متقارب مع الامارات، والامارات تحبذ ان او يعني كان مشروعها الاصلي هي اعاده صالح وال صالح الى الحكم في الشمال، ويبدو انها لا تزال تراهن على هذا رغم انكسار هذه الخطه تماما بعد مقتل علي صالح، ولكنها لا تزال تراهن على احمد علي وعلى المؤتمر الشعبي العام في الشمال. وبالتالي فما يقوم به رئيس الوزراء قد يكون يعني مدفوعا بالتقارب، تقاربه هو كرئيس حكومه مع الامارات بغض النظر عن راي هذه الرئيس هذه في الموضوع. وبالتالي ما تقوم به الحكومه الان والبيانات والتصرفات التي تبدو احيانا متضاربه تدل على وجود تيارات متناقضه داخل الحكومه نفسها. اشكرك اذا الكاتب والمحلل السياسي الاستاذ ايمن نبيل، كنت معنا عبر الهاتف من ألمانيا. بالعودة إليك حفظ الله، سأسألك الآن وأنتظر منك الإجابة قبل الفاصل، أنه يعني ما الذي ستضيفه هذه الكيانات بشكل عام أو الهيئات أو الأشخاص بالأصح إلى الشرعية في معركتها بمواجهة الانقلاب في هذا الوقت تحديدا؟ دعني يعني أنتظر منك الإجابة بعد فاصل قصير. مشاهدينا تفضلوا بالبقاء معنا. الآن تم تحرير مدينة بيحة بالكامل. وصف وجنود ممنوع منعاً باتاً، حد يدخل بيت المواطن ولا يكف حومته، لا يمكن حن نتبع ثقافة كثقافة حوزة. وسوف نحمي هذا التربة الذي نتحب عليه. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من المساء اليمني. أجدد ترحيب ضيفي هنا الأستاذ حفظ الله العميري. أستاذ حفظ الله، إذن يعني هناك الكثير ممن يتحدث على أن هذه القيادات في نهاية المطاف وهذه الكوادر لم تتحرك إلا عندما كان يعني الخوف كان على حياتها أو كان على حياة صالح نفسه، عندما يعني وهو تحدث بذلك في البيان آخر بيان أو آخر لقاء تلفزيوني تم معه أو بيان تلفزيوني بثه. هذا يعني يدفع الكثير للتساؤل، ما الذي يمكن أن يضيفوه لمعركة الجمهورية، معركة الدولة بمواجهة الإنقلابيين؟ أخي الكريم، عندما تكون أنت في حرب، هذه الحرب تمتد إلى جذورها إلى 1000 سنة مع هذه السلالة الذي تحاربنا الآن. عندما تكون أنت في حرب فكل العوامل يجب أن تسخر كل العوامل لصالحك، يجب أن لا تصنع لك أعداء جدد، يجب أن لا أن تحيد أن من لم تقدر على أن تجره إلى صفك أقل شيء تحيده. عندما نقول استقبال هذه القيادات أو الأعضاء المؤتمر الشعبي العام في المناطق المحررة، فأقل شيء نعمل على تحييدها، نعمل على أن لا تشتغل تحت الإكراه، تحت ضغط ميليشيات الحوثي، وأنت تعلم كيف يعملون هذه الأيام على إحضارهم وإظهارهم للإعلام، ويشتغلون في صنعاء وفي المناطق التي يسيطرون عليها بالإكراه. أغلب الناس، أنا لا أقول، طبعا في ناس يشتغلوا برضاهم، لكن هل يمكن تحييد هذا يعني هذه القيادات أو غيرها في ظل التجاذبات الإقليمية الحاصلة الآن، في ظل المشاريع التي يتحدث كثيرون على أنها تؤثر في اليمنيين من حيث لا يقدروا على مواجهتها أيضا؟ هناك مشروع وطني وهو المعيار كما ذكرت في بداية اللقاء. من يعترف بالجمهورية وبالشرعية الدستورية بقيادة المشير عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية، ومن يعترف بمخرجات الحوار الوطني ويؤمن بها وبالمرجعيات الثلاث، هذا نقبل به كمواطن يمني هرب من جور الميليشيا، ونحاول قدر الإمكان أن نستفيد منه، وإذا لم تستفيد منه الشرعية أن تعمل على تحييده
لكي لا تستخدمه الميليشيات بحجة على إن عندما نصدر ضد هذه القيادات تهديدات بالمحاكمة والإعدام وكذا سيضطر على إنه يشتغل في الطرف الآخر اضطرار. إذا لم نستفيد منها فأقل شيء نعمل على تحييدها لكي لا تشتغل مع الطرف الآخر الذي يشتغل ضد الجمهورية والذي نحن في حرب معه منذ الانقلاب. وهذه الحرب زي ما تكلمت مثل ما تكلمت في البداية من 1000 سنة ونحن اليمنيون يحاربون هذه السلالة التي وكانت على مدى التاريخ تعمل على تحييد فئات من المجتمع اليمني لتأكل فئات أخرى حتى تصل إلى الفئات الحليفة، وكان آخر هذه الفئات هي علي عبد الله صالح عندما تحالف معها وعملت في الأخير على قتله. لكن أعود يعني للتساؤل حول موقف الدول التي قد تكون شريكة مع التحالف العربي في يعني هي في التحالف العربي في هذه المعركة، هل يمكن لها أن تعمل على الحفاظ على نهج الشرعية كما تقول في تحييد هؤلاء أم لا؟ حتى التحالف العربي، التحالف العربي سيصبح مرفوضا رفضا تاما من اليمنيين إذا انحرف عن الهدف. عند تشكيل بعض القوات أو بعض الوحدات العسكرية خارج نطاق الشرعية ضجت اليمن وضج كثير من الناس، وهنا انتشرت معارضة هذه التشكيلات التي أتت خارج نطاق الشرعية ولا زالت إلى حد الآن، وحتى تسببت في قطيعة بين مؤسسات كثيرة في الدولة وبين الدول التي تشكلت هذا وبالأخص دولة الإمارات العربية المتحدة. إذا عملت أي دولة داخل التحالف على التعامل مع هؤلاء الأشخاص أو هؤلاء الناس الذي تأثروا في الأيام الأخيرة بعد مقتل الرئيس السابق علي عبد الله صالح وتعاملت معهم خارج نطاق الشرعية فسيرفضهم الشعب اليمني، وسنرفض هذا الموضوع رفضا تاما. وزي مثل ما قلت لك في بداية الكلام معيارنا هي الشرعية الدستورية ومخرجية الحوار الوطني والمرجعية الثلاث، من يعمل كائنا من كان خارج نطاق هذه المرجعيات فسيرفضه الشعب اليمني رفضا تاما وسيضج الناس، ولن نسكت عن من يشتغل خارج نطاق هذه المرجعيات وسنعتبره انقلابيا من الانقلابيين مهما تحدث ومهما تكلم على أنه يدعم الشرعية ومهما تكلم، فالكلام يظل كلام حتى نشوف نرى العمل في الميدان. طيب دعنا نشترك معنا في الحوار أستاذ حفظ الله الصحفي الأستاذ غمدان اليوسفي الذي ينضم لنا عبر الهاتف من هولندا. أهلا بك أستاذ غمدان. أهلا وسهلا، حياكم الله. إذن أستاذ غمدان، الآن يعني إذا ما فكرنا بحدثين، الأول هو إعلان عدد من قيادات صالح الانضمام لثورة 11 فبراير بعد مجزرة الكرامة، والثاني ما حدث قبل أيام من انضمام بعض القيادات المؤتمرية للشرعية بعد مقتل صالح، هل يمكن أن نقارب أو نقارن بين هذين الموقفين؟ يعني في العام 2011 ربما كان لدينا مساحة من أو لدى يعني دعنا نتحدث ربما يعني كأحد أولئك الذين شاركوا في ساحة التغيير وساحة فبراير 2011 يعني أيامها اختلف، كان الأمر مختلفا، يعني كان الجميع ينتظرون لانضمام هؤلاء الشباب للانقلاب أو لقلب النظام صالح يعني بشكل عام. وحدث ما حدث، حدثت تسوية سياسية في عام 2011 وأتت بالرئيس عبد الرب منصور هادي، وأعتقد أيضا أنه الناس خرجت بجموع كبيرة بما فيها عدد كبير من شباب الثورة وصوتوا للرئيس عبد الرب منصور هادي، وبالتالي يعني كان الناس لديهم تلك القناعة بأنه في النهاية يذهب علي عبد الله صالح، ويعني بعيدا عن تفاصيل الرئيس عبد الرب منصور المهم أن يذهب ذلك النظام. هذا منطق البعض وليس منطق الكل، كثير من الناس يعني أيضا كان لديهم رؤية أخرى. يومها آمنا أن الرئيس عبد الرب منصور هو الدولة الجديدة، وآمنت به كافة الأطراف السياسية بما فيها المؤتمر الشعبي العام نفسه، بما فيها القادة العسكريين الذين قام الرئيس عبد الرب منصور بتعيينهم وتغييرهم وتكليفهم بمهام يعني سواء مهام أمنية أو مهام عسكرية،
عملوا تحت إدارة الرئيس عبد ربه منصور هادي، وكان يفترض أن يتم العمل تحت إدارة الرئيس عبد ربه منصور هادي على اعتبار أنه رئيس جمهورية بكل الظروف. يعني أنا أتحدث عن رئيس جمهورية، ثم يعني تغير الموقف فجأة، يعني الرئيس عبد ربه منصور هادي يتم محاصرته، ينتقل إلى عدن فيتم مهاجمته. يعني بدل أن تعمل أو تقف هذه القيادات العسكرية، إما يعني إذا لم تكن تستطيع أن تقف إلى جوار الرئيس عبد ربه منصور هادي، فعلى الأقل أنها تقف على الحياد، لكن بالعكس يعني ارتأت أن تقف مع زعيم جماعة مسلحة في وجه الدولة، وهذه أعتقد أنه الجميع يعني يستوعب ما حصل. يعني اليوم يعني هؤلاء لا أستطيع أن أقول أنهم انضموا إلى الشرعية، لكن حين اقتحمت منازلهم وأهينت نسائهم وتم يعني تكسير منازلهم وتفكيرها، ويعني هؤلاء هربوا، نقول هربوا من الحوثي إلى أراضي الشرعية، ولم نقل ولا يعني من غير المنطقي أن نقول أنهم انضموا إلى الشرعية. الانضمام يتم في الظروف الطبيعية، في الظروف التي يعني يرتئي هؤلاء أن يعني الشرعية موجودة وهي ممثلة برئيس جمهورية وبرئيس حكومة وما إلى ذلك من تفاصيل، وبالتالي يعني هؤلاء ينتقلون إلى الأماكن التي يستطيع الرئيس عبد الرب منصور أو رئيس الحكومة أن يديروا منها من خلالها الدولة. لكن أن نقول اليوم حين وصل يعني حين شد الخناق على الرقبة فيعني نقول أنهم أعلنوا أو انضموا إلى الثورة، يا أخي أعتقد أنه لدينا مساحة كبيرة من التسامح. يعني تم استقبال هؤلاء في مأرب وفي عدن وفي غيرها من المناطق يعني بأريحية كبيرة، حتى يعني الناس لديهم مساحة حتى للتناسي مع أولئك القادة العسكريين الذين أيضا حتى لديهم تهم بأنهم من أداروا كتائب القناصات سواء في تعز أو في عدن أو في غيرها، ومع ذلك تناسى الناس وشاهدوا القادة العسكريين يصلون إلى مأرب وقالوا أوكي يعني هؤلاء انضموا إلى الشرعية، أوكي انضمام إلى الشرعية، لكن ماذا بعد؟ هل هذه وجوه للمستقبل؟ هل يمكن أن نركن إلى هؤلاء؟ أعتقد أنه من غير المنطقي. أنا لدي قتلى وأنت لديك قتلى في بيتك، وجميع الشعب اليمني أعتقد أنه كل شخص يعني ضحى بسبب يعني حركة الحوثيين ومساندة هؤلاء لهم، ليس بسبب تدخل التحالف. نحن ندرك أن التحالف تدخل بعد 6 أشهر من 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 الغزوات التي قادها الحوثي في الأراضي اليمنية بمساندة هؤلاء. إذن من غير المنطقي ومن غير الأخلاقي أن نتناسى دماء هؤلاء الناس الذين غرقوا في القوارب في عدن، وأولئك الذين يعني قتلوا في يعني في المنصورة وفي التواهي وفي كل المدن، ثم انتقلوا إلى مدينة تعز وقاموا بقنص يعني سواء أطفال ونساء وحصار المدينة وما إلى ذلك والبيضاء، ثم قصف الكاتيوشا على محافظة مأرب التي لجأوا إليها. اليوم هم من كانوا يقصفوا محافظة مأرب بالكاتيوشا وبصواريخ أمام يعني كل ذلك صواريخ توشكا. نعم، أمام كل ذلك أستاذ غمدان، كيف يمكن يعني أمام هذه الأفعال التي تمت على مدار السنوات الأخيرة كلها، كيف يمكن فهم وجود تيارات إعلامية وكذلك قيادات ربما بداخل صفوف الشرعية أو مؤيدة للشرعية على الأقل يعني تصر أو تكثر من الحديث إن صح التعبير على أهمية احتواء هؤلاء وحتى ربما إعطائهم مناصب عسكرية أو دعم أو ما شابه؟ والله أنا يعني باعتقادي أن هذا المنطق يعني اليوم أصبح مستفزا للعامة ومستفزا لأولئك القادة الذين ضحوا، يعني سواء يعني لنتذكر أولئك القادة العسكريين الذين ضحوا وهم من الرتب العالية، لنتذكر أولئك الذين ضحوا من الجنود حتى في تلك الجبهات، واليوم نأتي ونقول لهم إن فلان الذي كان يقاتلكم بالأمس ويواجهكم بقناصاته وصواريخه اليوم هو سيكون قائدكم. أعتقد أنه منطق غير عادل ومنطق غير أخلاقي، يعني أعتقد لا نحتمله، لا أحتمله أنا كمواطن، ولا يحتمله الجندي الذي في الجبهة، ولا يحتمله أيضا يعني الإنسان البسيط الحيادي البعيد عن كل هذا المشهد. أوكي يعني اليوم لدينا هؤلاء القادة يعني على العين والرأس، تفضلوا عيشكم مواطنين، مرحبا بكم،
تريدون أن يعني أن تلملموا صفوف حزبكم لتفعل يعني لتشتغلوا سياسة في المستقبل، مرحبا بكم. يعني ليس لدى المجتمع تلك الحساسية من أن يتم العمل بالسياسة، لكن أن يتم يعني تكريمهم اليوم بمنحهم سواء مناصب عسكرية أو منحهم يعني مواقع قيادية أو تسليمهم ميزانيات لإدارة جبهات، فأعتقد إنه الموضوع غير أخلاقي وغير ولا يعني ولا من غير المنطقي أن نتحدث فيه في هذه المرحلة، خصوصا أن هؤلاء بالأمس القريب، أنا لا أتحدث عن قبل أعوام، أنا أتحدث عن قبل أشهر، قبل أشهر كان هؤلاء القادة العسكريين يقودون الجبهات، فمن غير المنطقي أن نأتي خلال 30 يوم أو خلال 60 يوم ونقول لهم تعالوا وقودوا هذه الجبهات التي أنتم كنتم تواجهونها في قبل أشهر. يعني أعتقد أنه يجب علينا النظر بعقلانية، يكفي أننا جربنا الكثير، يكفي أننا تسامحنا الكثير إزاء من قتلونا من شردونا. اليوم أنا وأنت يعني أنت تعمل من بلد خارج بلدك وأنا أقيم خارج بلدي، كل هذه التصرف كل هذه الأوضاع بسبب هؤلاء، ليس بسبب أحد. لماذا ننكر هذا ويريدون منا أن نتناسى ما فعلوا بنا؟ يعني فكيف ما بالك الناس الذين ضحوا بالدماء داخل المدن، يعني قتلت أسرهم، دمرت منازلهم، إلى اليوم ما زالوا محاصرين، إلى اليوم ما زالوا محاصرون، إلى اليوم ما زالت القوات الحرس الجمهوري في تعز، سقف التعز. كيف نقول للحرس الجمهوري أنه الحرس الجمهوري انضم إلى الشرعية؟ هذا منطق غير أخلاقنا. أشكرك غمدان اليوسفي الصحفي، كنت معنا على الهاتف من هولندا، على تواجدك معنا في حلقة اليوم. بالعودة إليك أستاذ حفظ الله، يعني في سياق الأيام القادمة وفي ظل الحديث عن التحركات السياسية والحديث عن حل سياسي في وقت وحل عسكري في وقت آخر، برأيك هل يبدو الآن المشهد بالنسبة للشرعية وبوضع الاعتبار ما تحدثنا عنه خلال هذه الحلقة أكثر وضوحا في معركتها بمواجهة الانقلابيين، أم أن هناك لا زالت الكثير من العقبات داخل جبهة الشرعية التي سنواجهها خلال الأيام القادمة؟ أخي الكريم، كأي نظام ناشئ الشرعية خرجت من صنعاء فارة كما تعرف بعد دخل الحوثيين صنعاء، فأي نظام ناشئ هناك يحدث اختراقات لهذا النظام، وكما حدث الآن لجبهة الشرعية هناك اختراقات كثيرة. فلذلك عندما نقول استيعاب هؤلاء الناس، استيعابهم كمواطنين، وهذا لا يسقط في حق الناس، حق الأبرياء الذين تم قتلهم، أو الحق العام الذي إذا كان هؤلاء قد ارتكبوا جرما بحق هذا الشعب أن يتم محاكمتهم، ولكن ليس الآن. نحن الآن لسنا في صدد محاكمات، نحن الآن في حرب مع هذه الميليشيا يجب أن تنتهي، وعندما تنتهي الحرب يصنع قانون للعدالة الانتقالية ويحاكم الناس ويحاكم كل من أثبت على أنه ارتكب أي خطيئة أو ارتكب أي جرم بحق الشعب اليمني. بالنظر إلى الموضوع السياسي، هناك الآن أنا ألاحظ من بعد مقتل الرئيس السابق علي عبد الله صالح، حتى على المستوى الشخصي ألاحظ هناك كثير من أصدقائي تعدل، الناس العاديين، ولا أتكلم عن القيادات حتى لا يكون هناك شك في مواقفها، الناس العاديين تعدلت بعض كل مواقفهم كليا، أصبح للحوثي في المناطق اللي يسيطر عليها انكشف عنه الغطاء السياسي وحتى الغطاء الشعبي. الناس الآن بدأ الوعي لديهم، أو بدأ يا أخي نحن، أنا أتعامل مع الشعب اليمني كما هو، الشعب اليمني كثير جزء من الشعب اليمني يحب علي عبد الله صالح، عندما مات علي عبد الله صالح تقلب رأيه ضد الحوثي، وهذه النظرة استفادت منها الشرعية والجيش الوطني بشكل عام، أصبحت الحاضنة للحوثيين في المناطق التي كان يسيطر عليها وخاصة المناطق. يعني تعتبر أنه استفاد من ذلك؟ استفاد لا زال هناك بعض الإشكالات بداخل جبهة الشرعية، تجاذبات، عدم وضوح الهدف الوطني العام، يعني وضع في الاعتبار مصالح دول خارجية بداخل هذه الجبهة. يوجد كما ذكرت، يوجد نحن تحت الوصاية، نحن دولة الشرعية من بعد المبادرة الخليجية، يعتبر أنا اليمن وحسب بعض القرارات الدولية تحت الوصاية الإقليمية والدولية، فمصالح هذه الدول ومصالح الإقليم ومصالح المجتمع الدولي تؤخذ في عين الاعتبار في أي مرحلة من المراحل السياسية في اليمن في هذه الفترة. لكن موت علي عبد الله صالح بالتأكيد جاء لصالح الشرعية، وحتى وإن لم يعترف قيادة المؤتمر بالشرعية فهناك
هناك فالحوثي خسر الغطاء السياسي وخسر الغطاء الشعبي وأصبح منكشفا للناس، وأصبحت المعركة معركة بين الجمهورية ومعركة بين الإمامة السلالية، وهذا نصر كبير للشرعية بقيادة الرئيس عبد الرب منصور. أشكرك الصحفي حفظ الله العبيري على تواجدك معنا في حلقة اليوم، شكرا جزيلا لك، كما هو الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء أسامة عادل ومنصور النقاش وبقية الأفراد في الطاقم الفني. إلى اللقاء.